تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. في 26 من يوليو عام 1956 أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس. كان القرار بمثابة رسالة تحدي للقوى العظمى خاصة بريطانيا وفرنسا، وكانت مصر تسعى لاسترداد حقها في إيرادات القناة، خصوصا أنها كانت بحاجة لتمويل إنشاء السد العالي. قررنا في هذا الوقت أن يكون ردنا على سحب تمويل السد العالي تأميم قناة السويس. قوبل قرار التأميم بفرحة عارمة في مصر والعالم العربي، لكنه قوبل بغضب كبير من القوى الكبرى، فأعلنت بريطانيا وفرنسا رفضهما للقرار، وطالبتا بإنشاء إدارة للقناة تحت إشراف دولي، بما يعني تدويل القناة، غير أن الرئيس عبد الناصر رفض أي إشراف دولي على قناة السويس. في 29 من أكتوبر عام 1956 قامت إسرائيل بهجوم مفاجئ على مصر في إطار خطة مع بريطانيا وفرنسا لكي تتجه مصر بقواتها إلى الحدود الشرقية، لتقوم بريطانيا وفرنسا بداية من 31 من أكتوبر من عام 1956 بالإغارة على القاهرة والإسكندرية ومدن القناة. ورغم المفاجأة إلا أن المصريين قابلوا العدوان بثبات وصمود، فأخذت المدفعية المصرية تتصيد الطائرات المعتدية وأسقطت عددا كبيرا منها، وسد المصريون مدخل القناة من جهة بورسعيد، وبذلك حالوا دون دخول البوارج الحربية واقتحام قناة السويس وعبورها من الشمال إلى الجنوب. وأقبل المتطوعون في صفوف جيش التحرير، كما تطوع في جيش التحرير عدد كبير من الفتيات، وقام الجميع بواجبهم في حماية الوطن في حماسة نادرة، وصارت مصر جيشا وشعبا أشبه بالمعسكر الحربي. أما بورسعيد فقد كانت هدفا رئيسيا للعدوان، حيث سعت القوات المعتدية للاستيلاء عليها لتكون قاعدة للزحف إلى بقية مدن القناة. وقد بدأت الغارات عليها في 5 من نوفمبر عام 1956، وقاست المدينة الكثير من ضرب الطائرات والغارات عليها في كثير من الأحياء والمناطق، ونجحت قوات الأعداء في النزول بها بعد أن تكبدت خسائر بالغة. ولكن سرعان ما خاب ظن المعتدين في السيطرات على بورسعيد، لأن المدينة الباسلة أبت أن تستسلم للغزاة واستبسلت في صد العدوان حتى فشل في التقدم إلى الإسماعيلية. كانت تلك المقاومة الباسلة سببا لفشل العدوان في تحقيق أهدافه، وكسبت مصر خلال العدوان وبعده تأييد وتعاطف معظم الشعوب، وكانت أصوات الرفض والتنديد تتصاعد من أغلب عواصم العالم. وانعكس ذلك خلال اجتماع هيئة الأمم المتحدة في 2 نوفمبر عام 1956 في دورة استثنائية، وقررت وقف إطلاق النار فورا وانسحاب القوات الأجنبية من الأراضي المصرية. وصدر القرار بأغلبية ساحقة 64 دولة من 76 دولة، وقد عكس ذلك مدى تعاطف الرأي العام العالمي مع مصر. مع فشل بريطانيا وفرنسا في تحقيق أي نصر أمام مقاومة المصريين، تصاعدت المعارضة الداخلية في كلتا الدولتين للحرب نظرا لما تكبدته كل دولة من خسائر. فاضطرت لندن وباريس إلى وقف إطلاق النار في 7 من نوفمبر عام 1956، غير أن المقاومة المصرية تواصلت حتى رحل آخر فوج من القوات البريطانية والفرنسية في 23 من ديسمبر عام 1956، ثم انسحبت القوات الإسرائيلية من العريش في 14 من يناير عام 1957، ثم رفح وخان يونس، وأخيرا انسحبت من غزة في 6 من مارس عام 1957. أما داخليا فقد حملت الهزيمة الخزينة البريطانية عبئا ثقيلا، وكلفتها 328 مليون جنيه استرليني، وهو مبلغ باهظ بمعايير ذلك الوقت. أما فرنسا فقد عانت اقتصاديا بسبب الحملة العسكرية على مصر، أبلغ مجموع خسائرها نحو 4 مليارات فرنك جديد. لم يستطيعوا أن ينكروا أن هذا الشعب في بورسعيد وقف وقاتل وعق
معطل القوات البريطانية والقوات الفرنسية. ومع التضحيات التي بذلتها مصر وبسالة أبنائها، فقد خرجت بمكاسب اقتصادية كبيرة، فقد عادت القناة إلى مصر وجرى تطهيرها وإعادة فتحها للملاحة في 29 من مارس عام 1957، ونجحت مصر في إدارتها من جديد وتطويرها لصالح الملاحة الدولية. كان من نتائج فشل العدوان أيضا تحرير الاقتصاد الوطني لمصر بتمصير المؤسسات الأجنبية والتحرر الفعلي من رأس المال الأجنبي في البلاد. ومع نجاح تأميم قناة السويس وتحولها إلى مرفق وطنية، تشجعت الكثير من دول العالم الثالث على الإقدام على إجراءات مماثلة، حيث جرت سلسلة من تأميمات المصالح الأجنبية في هذه الدول وتحويلها إلى مرافق وطنية، فأصبح تأميم شركة القناة سابقة هامة وقدوة لعشرات الدول في أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية. أما بريطانيا فقد خسرت سمعتها عالميا وخسرت قاعدتها العسكرية بقناة السويس، وزادت أزماتها الاقتصادية بتدهور قيمة الجنيه الاسترليني ما دفعها إلى تقليص وجودها في الشرق الأوسط وجنوب آسيا. أما فرنسا ففقدت ممتلكاتها ونفوذها في مصر والعالم العربي بما اضطرها للجلاء عن الجزائر وتونس ومراكش، كما فقدت مستعمراتها في إفريقيا بجلائها عن غرب إفريقيا الفرنسية وعن إفريقيا الاستوائية، وسقطت الإمبراطورية الفرنسية الرابعة. انتصرت مصر إذن على العدوان الثلاثي واستردت سيادتها على أحد أهم شرايين التجارة العالمية، وتعظمت مكانة مصر إقليميا ودوليا، وأصبح انتصارها على العدوان مثالا يحتذى للدول التي كانت تسعى أنذاك لتحرير إرادتها الوطنية. وكان صمود الشعب المصري الذي صنع الانتصار على القوى الكبرى ملهما للعديد من شعوب العالم.